ما هي مراتب الدين؟ الدين الإسلامي ثلاث مراتب، ثلاث درجات. نعم. المرتبة الأولى الإسلام. المرتبة الثانية الإيمان. المرتبة الثالثة الإحسان. المرتبة الأولى الإسلام، أركان خمسة، أركان الإسلام خمسة، يعني يقوم بناء الإسلام على أعمدة خمسة. نعم. جن إسلام يبتال مركن يبتال مركن تنجم جن إسلام يتو تنجم مركن. أركان الإيمان ستة. تهم ركن إيمان لك نعم كان. الإحسان ركن واحد. تهم إحسان يبتال ركن منه.